السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد على قناتي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم تشكيلة اللي تخدمت تحت الطلب من اعمالي انا والمجموعة ديالي. نتمنى ينالوا اعجابكم وتاخذوا منهم افكار اللي بغات تخيط اي موديل من هاد لي موديل او اي موديل في الخياطة. ما عليكم الا تواصلوا معايا في الرقم اللي كتشوفوا في الشاشة، كنستقبل جميع الطلبات عبر الواتساب. اذا غادي نبدا معكم بهاد الموديلات اللي كاينه في لا فيديو. نبدا معكم بهاد الجلابه هادي اللي هي جلابه دو بياس مخدومه خدمه 100% باليد كما كتشوفوا معايا، راند حصيره سامبل، وكذلك الطرز ديال الرباطي مع الطرز ديال الدويدات او البريد كل وشني كيسميه. كذلك دخلنا مع الطرز العقده الفرنسيه والتنبات كما كتشوفوا معايا. موديل طلع هماوي، جلابه هماويه كما كتشوفوا معايا. التوب التحتاني عملنا له غير التوب ديال الدونتيل كما كتشوفوا هنايا جلابه، والقميص كذلك نفس الخدمه غير هنا التوب التحتاني عملنا موسلين مطروز بالطرز الرباطي، وكذلك القميص التحتاني عملنا له الدريس في العنق والكمام كما كتشوفوا معايا. التوب ترونسبارو كما تعرفوا موسلين ترونسبارو كيجي غير مع الجلابات اللي كيكونوا دو بياس. هنا بالنسبه لهذا التوب، هذا توب الكريب المسكك اللي حاليا كنخدموا فيه بزاف، هو التوب هذا الكريب اللي مسكك كما كتشوفوا معايا. موديل كيجي هماوي للاعياد او المناسبات، الجلابه كتجي مزيونه كما كتشوفوا معايا. فاذا عجبكم هذا لا فيديو ما عليكم الا توصلوا معايا كما سبق لي وقلت لكم في الرقم اللي كتشوفوا في الشاشه. وبالنسبه للكليان اللي كنتعطلوا ما كنجاوبوهمش، كيكونوا غير لي ميساج بزاف ما كنقدروش نجاوبوا كل شيء، ولكن ان شاء الله راه ضروري غادي نجاوبهم. واخا نتاخروا في الرد على الميساجات غادي نجاوبوا ان شاء الله. هنا لا فيديو كيبين الموديل مقرب كما كتشوفوا معايا، الطرز مخدوم بالطرز بالصم الحر عفوا، الرشيمه كتجي في جوج جهات مستر وكذلك في الكميمات بجوج. موديل هماوي او جلابه هماويه كما كتشوفوا معايا. وهنايا جلابه دو بياس كذلك مخدومه براندا سامبل. بالنسبه للراندا كما كتشوفوا معايا فيها 30 غرزه، والطول 40 حتى 45 على حسب كل سيده. الا كانت قصيره كيكون الطوق شويه قصير، الا كانت طويله كنعملوا فيها حتى 45. ومرفوقه بالتنبات كما كتشوفوا معايا، تنبات في الجنب ديال الراندا نيس في الطوق وهابط حتى لتحت في ديك الوريدات ديال الباكستراس هود حتى لتحت. بالنسبه للقميص التحتاني كذلك توب موسلين مخدوم بالطرز ديال الماكينه، طرز الرباطي ومدور بالطرز ديال البريوه او طرز المغلف. الكميمات كذلك مخدومين بالراندا خمسة ديال الغرزات والدريس ديال المغلف او البريوه. الكميمات ديال الجلابه كذلك، هنا على فيديو كيبين تنبات مقرب، وكذلك الراندا كما كتشوفوا معايا متقونه الاتقان في اللمنحيه ديال التنبات ولا الطرز ولا الراندا كما كتشوفوا معايا. الموديل هود حتى لتحت بهذوك الشطيبات ديال الباكستراس منبتين. وهنايا قفطان مخدوم براندة الالوان كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لراندة الالوان هنايا الطوق فيه 43 غرزه، طوق عريض كما كتشوفوا معايا، ودخلنا له 6 ديال اللوينات. اللوينات جاو متناسقين مع التوب او اللون الاورانج كما كتشوفوا معايا الراندة. كذلك في الكميمات والعنق هنا عملنا غير الدريس ديال جوج في العنق والكمام على حسب خدمنا الرنده في الكمام والعنق. الجنب ديال الطوق كذلك دورناه بالدريس
ديال جوج. هنا لا فيديو كيبين لكم الرندا، الخدمه ديال الرندا مقربه كما كتشوفوا معايا. قفطان طلع كذلك هماوي للمناسبات او الاعياد. هاد الرندا ديال الاعياد عفوا، هاد الرندا ديال الالوان كذلك عندها العشاق ديالها. هنا جلابه دو بياس اللي مخدومه كذلك برنده الحصيره سامبل ومزوقه هنايا بالدولاره والدبانه كما كتشوفوا معايا الزواق ديال المعلم. بالنسبه للجلابه مخدومه رنده 30 غرزه والكمام والقب غير دريس ديال بريوه او دريس المغلف. القميص التحتاني مخدومه 20 غرزه والرنده في العنق او الكول والدريس ديال بريوه كذلك. بالنسبه للثوب هنايا ما خدمناش بالكريب، هنا الثوب ديال الشانطو كما كتشوفوا معايا حتى هو كيجي خفيف، كيجي بحال المليفه غير هو هذا خفيف مزيون كذلك حتى هو كيجي هماوي. وهنا كذلك قفطان كما كتشوفوا معايا في لا فيديو اللي مخدوم براندات الالوان كذلك حتى هو 40 غرزه او 42 غرزه. الكميمات هنايا عملنا لهم غير دريس ديال جوج، العنق عملنا له 6 ديال الغريزات كما كتشوفوا معايا. دورناه كذلك بالدريس ديال جوج جنب الطوق، كذلك عملنا الدريس ديال جوج باللوينات كما كتشوفوا معايا. هنايا هذا اللون هذا الصفيفر جاو رائعين، هاد اللوينات اللي خدمنا بهم. وهنايا جلابه نفس الموديل اللي شفتو قبل، نفس الخدمه، رنده حصيره سامبل ب 30 غرزه مرفوقه بالطرز الرباطي والعقده الفرنسيه مع البريد والتنبات كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للقميص التحتاني كذلك ترونسبارو توب موسلين مخدوم بالطرز الرباطي، طرز ديال الماكينه، دريس ديال البريوه في الكميمات والعنق. جلابه كذلك مخدومه في الكمام والقاب الدريس ديال المغلف. هنا بالنسبه للثوب معظم الموديلات كنخدموهم بالكريب، الكريب كيبقى هو اللي طوندونس حاليا، وهو اللي كتجي فيه الرنده والطرز وجميع انواع الخدمه كتجي في الكريب. هنا قفطان جوهرة 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 ضروري كتكون في اي موسم وفي الاعياد دائما كنخدمو بجوهرة، ما يمكنش نستغناو على جوهرة. هنا مخدومة بالرندة المغربية، الرندة نصف طوق 30 غرزة ومرفوقة كذلك بالتنبات. هنا على فيديو كي نبين لكم الموديل واضح اكثر. بالنسبة للكميمات عملنا لهم دريس ديال جوج والعنق عملنا له 4 ديال الغريزات باش خدمنا التنبات داير في العنق كما كتشوفوا معايا. نتمنى ينالوا اعجابكم هاد الموديلات وتاخذوا منهم افكار اللي بغات تخيط اي موديل. ما عليكم الا توصلوا معنا في الرقم اللي كتشوفوا في الواتساب، ولا تاخرنا في الرد راه غادي نجاوبوا غير كيكون الضغط على الواتساب باش ما كنقدرش نجاوب كلشي. وهنا جلابه اللي مخدومه براندات الالوان، هنا الكحل ملك الالوان، الاسود ملك الالوان، اي لون خدمنا مع الاسود كيجي رائع. هنا كيما كتشوفوا معايا اخترنا هاد اللوينات هادو اللي خدمنا بهم هاد الجلابه هذه، طلعت رائعه. كذلك اعتمدنا على هاد لوفير كلير، هو اللي خدمنا به الدريس ديال جوج في القاب والكمام، وكذلك جمعنا به جلابه لقيناها بهاد اللوين طلعت جلابه رائعه. وكتشوفوا في اللوينات اللي دخلنا هاد الموديل كان ديجا خدمناه وطبقنا عليه. بالنسبه لهاد القفطان هذا متوفر للبيع، هيا فيه ستوندار اللي بغاتو توصل معنا في الرقم اللي كتشوفو في الواتساب.
بالنسبه للثوب، الثوب ديال الكريب، الكريب بروميير الرنده كما كتشوفوها متقونه، كلشي كيبان في لا فيديو. واخر موديل في هاد لا فيديو هي هاد جليليبه. هادي هاد جليليبه كانت للبيع، فخدتها واحد الزبونه، فبالصحه والراحه تلبسها بالصحه والهنا ان شاء الله. فاللي بغات بحالها تسكرينيها وتتواصل معنا في الواتساب. كما كتشوفوا معايا مخدومه براندات الحصيره سامبل ومرفوقه بالتنبت في جناب الرنده، وكذلك الكميمات حتى هما منبتين، والدريس ديال البريوه او درس المغلف في القاب والكمام. بالنسبه للثوب تحتاني الدونتيل، هذا كيجي غير ملاقي بالماكينه وعنده سنينات في العمر.